متابعيني المانستيرا معروفة بشكلها وبنموها. اوكي، بس طلعت لي هذه جديدة صغيرة وشكلها غير بعد. تشوف هني فيها ماي وشي قاعدة تتبطى. شفناها بفيديو من زمان، انا حاطتها اللي لقيتها وانا قاعد امشي برا بالشارع، لقيتها طايحة قاصينها وقاطينها، جبتها جذرتها خذيت منها اوراق وايد. نشوف الحين شنو طلع معاها. حلو. كذلك هذه شريتها، كان حوضها كبير ما عاشت. بس نشوف شنو مطلعة. شيء جميل جدا. نشوف النمو. نشوف كذلك هذه اللي قصيتها من برا اللي عندي، حلوين. الثانية المينونة دبلانة، نشوف ورقها شلون دبلان. بس ما ماتت. لكن نشوف هذه حبت ان هي تساعد نفسها، فالاوراق شادة حلوين. خليها تكمل ونشوف هذه يمكن تتشجع معاها وتصير زينة. نشوف هني هذه انا قصتها من هني، كلهم طاحوا او ذبلانين، فقصيتها وما يأست منها. نشوفها طلعت كل هذيل وبعد فيها. جميلة جدا. ونشوف هذيل اللي خذيتهم، هذيل خذيتهم من هذي اللي ذاك اليوم هم فيديو سابق وريتكم مكان القص، وكانت عندي واحدة هني انا حطيتها، كانت تتذكرون بفيديو سابق كنت ملقيتها هني وحطيت لها 1.15 بالشهر، ذبلت كلها وما كنت عارفة شو السالفة، فكانت محتاجة ان هي تتقصص كذي، فقصصتها وزعتها هذي وهذي بالماي، كذلك هذي بالماي. هذي قديمة. بس نشوف الجذور، يعني شيء طيب وحلو. وكذلك نشوف هني كانت واحدة زينة، والباقي ثنتين اللي خذيتهم من أمهم كانوا ذبلانين. الحين نشوف كلهم جذور، راح أخليهم في أصايص صغار. نشوف هني هذه الحمرة توني أنا شريتها، هذه قديمة من عندي، هذه خذيتها من برا عندي. نشوف الجذور، لكن اللون الأحمر ما في شيء، مجرد إنهم شادين قويين حلوين، لكن ما في جذور. الجذور بس مرات الخضرة، الباقي شادين وشادين حمرهم لكن ما في جذور. نشوف هذه كذلك هم كانت طويلة ذابت فجأة، كل أوراقها طاحوا بهذا الشكل. لكن نشوف هذه ورقة جديدة قاعدة تتبطل، ونشوف ونخليها بالماي. متابعيني مشاهديني، نشوف السيسس ديسكلر، كانوا بس هالثنتين الورقتين مع الساق هذا. شوف الحين كل هالجذور ما بيطلعهم من الماي.
وهذا اللي طلع لي جديد. انا يعني بخصوص التجدير بالماء، ما قلت لكم ان انا ما اكتفي بالجذور، مو بس طلعت جذور خلاص راح احطها بحوض، فطلع جذور وابيها تطلع ورق علشان اعرف ان هي شادة حيلها وممكن ان هي تعيش. فطلعت لي ساق يتفرع وفيه وايد اوراق، فراح انقلها حق حوض، راح يكون تصوير فيديو ثاني. نشوف هني شيء جميل جدا، طلعت ورق من هني بالنص وهذيلا قاعدين يمدون. ونشوف الجذور، طبعا بحاجة الى حوض لكني ماني مستعجلة عليها، وعندي هذا النوع من زمان قديمة حيل، هذه يبيلها انقصها. نشوف جذورها، نحتاجها حق حوض اكبر او حوض بتربة، لكن ما اعتقد لا، هي هذه مع هذه راح اخليهم يكبرون بالماء، الباقي راح انا اشوف اذا جذرها وطلعوا شادين ننظف مو مشكلة، يعني مع انها هي بالماء بس هم فيها هذه الاشياء التعبانة، نشيلهم. راح اقص منها شوية شوية، اخليها تصير فيها كثافة وخليها تكبر بالزجاج مالها حوض التجدير. مشاهديني عندي هذا النوع، حبيت اوريكم اياه بعد. خلنا اجيبها هني افضل، لان كنا هذيك النبتة طاحت. حطيتها اوكي. فعندي هذا النوع توني شريتها جديدة، كنها مكحلة تراديسية، ما شو اسمها بالانجليزي راح اكتبها، صغيرة، حوضها صغير وكل شيء، وانا اشوفها ان هي من كم شعلة عمرها، فانا بالتنظيف طلعتها خليتهم يمدون يطلعون عن الحوض. ابي اجذرها بس خل يطولون يصيرون شوية اطول. نشوفها هني كلهم داخل بالحوض، يعني عندي هذه وايد قصيرة، خد تكبر بعد تطول يمدون، خليها ينزلون من الحوض عشان اقدر اخذ منها كاتينج واجذرهم بالماء ويطلع عندي حوض اكبر من كذي، او حتى يصير عندي حوضين وكل واحد يصير اكبر، يعني كبار حجمهم حلو. فهي اظن ان هي كذلك نفس هالنوع، وين خلنا اوريكم نفس هذه. فهذه انا عندي بسرعة تكبر بسرعة تمشي، هذه ان هي الورقة مو خضرة، الورقة ملونة. فنشوف حتى هذه كانت ترى كاتينجز صغيرة قاعد تمد مع الاضاءة مع الليت قاعد تمشي وتروح. فانا ابي هذه الحين خردها خد تكبر، نعطيها يمكن مع السقي والاضاءة يمكن تاخذ لها شهر على ما هي تصير كبيرة، واخذ منها كاتينجز. تابعوني علشان نشوف التطورات والكاتينجز. وعندي هني هذه هي المشموم، نوع من الكوليوس، نفس الطريقة نفس لازم ان احنا نشيل منها علشان تكبر وتزيد الورقة، فانا جذرتها فيبي لها تغيير ماي. نشوف شلون صايرة للحين، ما طلعت ساق ما طلعت شيء، فناطرتها ان هي تطلع ساق وتكبر وتمد وتطلع الورق الزيادة. لغاية الحين نشوفها هي وايد صغيرة حتى جذور ما فيها، فخلونا نتابع وبشذي اخلص الفيديو مال اليوم عشان لا يصير طويل، وبشذي خلونا نتابع مع بعض تطورات ونمو النباتات الداخلية اللي عندي على الإضاءة الداخلية. اتمنى منكم الاعجاب والمشاركة عشان نتابع. باي.